يا عم محمود، يا عم محمود، انت سلمى اهي. ازيك يا محمود؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. امتى بقى الواحد يمشي من البيت المعفن ده؟ امتى؟ يلا يلا امنيه. ازيك يا ايه؟ ايه اللبس المسخره اللي انتي لابساه ده؟ عيب عيب، ده احنا في عماره محترمه. انت عايزه الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت بقى نبيع البيت ده ونخلص. انت بقى يا شيخه انت. يلا 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 امنيه، يلا امنيه، امنيه. هو في ايه؟ ايوه كده، ايوه كده يا مرات ابويا، ايدي في ايديكي ماشي لحد ما كل واحد فينا ياخد حقه ونخلع بقى. جدع جدع. الراجل ده، الراجل ده بيحكي عننا انا وميا. بيحكي عني انا. في موضوع كده مضايقني بس يا أمنية، موضوع مضايقني بس. عم محمود انت بقى كنت عايزني اوصف لك طنط سلمى الصبح. طيب هي لابسه بقى بنطلون جينز ضيق كده وكمان مقطع، وكمان لابسه تيشيرت قصير وضيق ومقطع، وشعرها كمان ابيض، وكمان عندها كف وشعر. مش عاوز اسمع، ما تكمليش يا امنيه، ما تكمليش، تحكيليش الموضوع ده. اقفلي معايا خالص يا امنيه، اقفلي معايا خالص. ايه يا عم محمود؟ محمد رد بقى يا محمد، انا مش عارفه انت ما بتردش ليه، رد بقى. ايه يا حماده، هي اتاخرت كده ليه؟ جايه يا فنانه، جايه. اه جت هناك يا فنانه اهي. ايه يا احمد، انت اتاخرت عليا قوي. انت اللي اتاخرتي ليه؟ احنا مستنيني من بدري. ايه ده ايه ده ايه ده، مين دي بقى؟ دي بقى حلوه، دي بقى جولجول بقى، ممثله اعلانات. ممثلة اعلانات؟ اه انت ما تعرفهاش ولا ايه؟ لا ما اعرفهاش. وانت بقى تعرفها منين؟ ما انا افهمك على حاجه، جول جول دي دايما بوصلها هي والفرقه بتاعتها على طول. حصل يا حماده. حماده؟ ايوه حماده، دي لغه الاعلانات، مالكيش دعوه انت باللي بتقوله. اه اتفق معاها بقى وخلصي الموضوع يلا. ها قولي. بصي بقى، انا عندي اخويا طيب قوي قوي، انا عايزاكي بقى كده ايه، تخليه يحبك ويتشد ليكي ويرتاح لك يعني. بس كده تمام، طالما فيها 300,000 جنيه اعمل لك اللي انت عايزاه. 300,000 جنيه؟ ايوه طبعا، ده 300,000 جنيه ده كتير قوي. بقول لك على حاجه يا جولجول، خلي بالك اخوها اعمى. ايه يا اخويا؟ اعمى. اعمى يا حماده، انت ما فهمتنيش على كده خالص، انت قلت لي اللي فيها ان انا هحبه بس، لكن ما قلتليش ان هو اعمى، هوصل له حبي ازاي؟ هيشوفني ازاي؟ بقول لك على حاجه برضو، الاتفاق نور، خلي بالك الموضوع دوت ممكن يبقى فيها كاتب كتاب كمان. ايوه اللي اتفق من اول. يعني هتتحسب عليا جوازه؟ يعني جولجول كده هتتحسب عليها جوازه؟ بقول لك ايه، كاتب كتابي ب 500,000 جنيه يا حبيبتي. 500,000 جنيه؟ ايوه. وبعدين انت عايزاه يشوفك ليه ولا يشوف؟ يعني انت عايزاه تستفادي ايه لما يشوفك؟ هوصل له حبي ازاي؟ توصلي له حبك ازاي؟ انا كل اللي عايزاه منك انك تقنعيه ان هو يبيع المحل وتتكلمي معاه يخليه يحبك ويرتاح لك، بس كده. وانت اهم حاجه عندك ان انت تاخدي الفلوس، صح ولا مش صح؟ 500,000 جنيه لا 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 لا، 500 خلاص يا واحد يا حماده. لا لا مش هفضل قاعده هنا يا حماده. ايه جولجول وايه حماده، في ايه؟ افهمك بس، بقول لك ايه، اما تاخدي الفلوس من اخوك بحطها شهر في البنك فوائد هتجيب لك ال 500,000 جنيه دول، خلصي الموضوع. عايزين بقى نحب بعض بقى ونتجوز بقى. ايه يا حبيبتي؟ هاي يا حماده، اتفق معاكي حاجه طبعا، موافقين طبعا يا فنانه. خلاص يا ستي هديكي اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه تخلي اخويا يحبك ويرتاح لك، واهم ويبيع المحل، تقنعيه ان هو يبيع المحل. بسيطه يا حبيبتي، يلا بينا. يلا بينا. اركبي منوره الدنيا يا فنانه والله. ما خلاص يا احمد. شكرا يا حماده. الذي
عندنا والله. بس عادي بس يلا. الراجل ده بيتكلم عندنا ابنية. يا حمادة بالراحة شوية يا حمادة. نعم يا فنانة. حاضر يا فنانة. حاضر. في ايه يا احمد اللي انا شايفاه ده؟ وايه بتلعب لك بشعرك وبعدين بالراحة يا حمادة؟ في ايه؟ يا حبيبتي ده شغل الاعلانات مالكيش دعوة، ركزي في الموضوع. لا ما يعجبنيش انا شغل الاعلانات ده. طب يا ستي ممكن بس نركز في شغلنا شوية؟ انا معاكي اموري يا حبيبتي. بصي بقى انا اخويا طيب قوي قوي وحنين ورومانسي كده، يعني هتسمعيه كده اغنية لعبد الحليم، تغني له اغنية رومانسية، وبعدين بقى هو لسه مصدوم وطالع من قصة حب اخد فيها شلوط، هيجي معاكي سكه على طول. يعني اول ما اخد في قصه حب شلوط وعايزاه يحبني يا ستي هيحبك. انا عارفه اخويا اول ما تقولي له كلمتين هيجي معاكي سكه على طول. ماشي، وانتي برضو باين عليكي جدعه كده يعني، وهتخلصي الموضوع معانا على طول. ما تقلقيش يا حبيبتي. بصي بقى انا هاخدك ووديكي لاخويا. اخويا ده ايه عنده كوافير حريمي، هيقول لك ايه طب ايه رايك اعمل لك شعرك؟ قولي له ابدا لا لا ابدا، ما ينفعش ابدا راجل يحط ايده على شعري. ليه يا حبيبتي؟ انتي ما تعرفيش ان الرجاله في الكوافيرات احسن من الحريم؟ يا ستي ماشي، بس اخويا بقى ده لازم عشان تتجوزيه وتكسبيه لازم ايه تبيني له ان انت ملاك ومحترمه جدا كده وبريئه. يعني تقصدي كل الناس تعمل لي شعري ما عدا هو؟ بالظبط. تمام يا حبيبتي. ماشي، ما تقلقيش يا يا جلجل جدعه، ما تقلقيش. قولها يا حماده الخير. ايدك يا ماما. ايه يا حبيبتي فيكي؟ بس يا نعم يا حبيبتي. في ايه يا احمد بالظبط؟ شغل اعلانات. شغل بصي قدامك يا حماده عشان ما تعملش حادثه. الله، ايدك يا ماما. سلمى في ايه مالك يا سلمى؟ قاعده لوحدك ليه؟ مفيش حاجه يا غزل. لا يا سلمى في حاجه مزعلاكي؟ في ايه؟ انا اصلا مش فاهمه حاجه. الصبح كده صبح على محمود، ما رضاش يصبح عليا وقال لي كلام غريب قوي انا ما فهمتهوش، وانا اصلا ما زعلتهوش في حاجه. بالعكس يا اختي، كده احلى يا اختي. يعني هو اعمى يا اختي؟ انت ازاي تكلميه؟ غزل كده هزعل منك، ما تقوليش عليه كده تاني. خلاص يا اختي انا اسفه، ما تزعليش. معلش يا عم محمود. زعلت يا عم محمود؟ الراجل ده بيتكلم عننا يا امنية والله. زعلت يا عم محمود؟ اوعى تزعل يا عم محمود. ساعدك تزعل يا عم محمود. بيتكلم عني يا امنية. مالك يا محمود؟ بس في ايه؟ ايه ده ايه ده مين؟ انا ايه يا اختك؟ مالك يا محمود؟ ايه اللي مزعلك؟ انا كنت جنب المحل كده وقلت اعدي عليك اشوفك، ومعايا صاحبتي كانت معايا زمان في الكليه. صاحبتك؟ اه. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك عامله ايه؟ اهي مش هنا مش هنا اهي. لا لا يا ايه، انت عارفه ان انا ما بسلمش على الرجاله يا ايه. عظيم، ما بتسلمش على الرجاله. استغفر الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. صاحبتك دي بتقولي؟ ايوه صاحبتي، كان معايا في الكليه. اقعدي بقى هاخد لك قصه حلوه لشعرك كده جميله. خلي بالك انا رقم واحد في مصر، هظبط لك شعرك. تعالي يلا. إيه لا يا استاذ محمود ما ينفعش طبعا، انت عايز راجل يلمس شعري؟ عيب يا استاذ محمود، انا واحده محجبه ما ينفعش كده. خلاص. حتى لو مش محجبه واحده ست اللي تعملي مش راجل. خلاص. يا استاذ محمود خلاص يا لا انا هاخد بالي. لا 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 يا ندى، وبعدين يا محمود ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ خلاص يا ندى يا حبيبتي ما تزعليش، انا اخويا محترم قوي 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 والله، ما تديش عنه فكره وحشه. بس الله. هو يعني بيتكلم عشان شغله، هو كوافير حريمي فبيحسب ان انت عادي يعمل لك شعرك، يعني ما تزعليش. معلش حقك عليا. طب خلاص مش زعلانة يا ايه. طب بصي يا ستي بقى انا عشان اراضيكي هاخدك معايا البيت كده، اعزمك على الغدا ونقعد انا وانت بقى ونحكي مع بعض ونتكلم براحتنا. لا ملوش لزوم يا ايه. لا 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 اسمعي بس يا ندى. ماشي يلا بينا. يلا بينا. طب استني بس كده هعدل شعري وجايالي. مع السلامه يا استاذ محمود. مع السلامة. مع السلامة يا جميلة. مع السلامة. بس يا بنتي أمنية لو سألك عليها هتقولي له إيه؟ أقول له إيه؟ تقولي له محترمة جدا وزي القمر وشها طالع منه النور، وتقولي إن هي لابسة طرحة ولابسة جيبة طويلة وبلوزة طويلة واسعة ولبسها واسع ومحترم جدا جدا. فاهمة ولا مش فاهمة؟ أقول له طلع عليها علامة الصبر.
ايوه قولي له قولي له طلع لها علامه الصلاه كده زبيبه الصلاه ما شاء الله منوره. قولي له اول مره اشوف في حياتي ست طلع لها علامه الصلاه. ماشي خلاص ماشي. اسمع اللي بقول لك عليه. ماشي آية. آه نعم يا محمود يا اخويا. فين هي صاحبتي؟ آه صاحبتي طلعت بره، انت زعلتها قوي يا محمود. ينفع برضه تقول لها تعالى اعمل لك شعرك والكلام ده؟ ما قصدي دي محترمه جدا جدا، ما ينفعش معاها الكلام ده خالص. انا رايحه بقى واخدها معايا البيت. يلا مع السلامه. البيت؟ اه خلاص ماشي ماشي. يا امنيه. نعم يا عم محمود. انا جنبك. خدي يا امنيه قولي لي. ها بصوا حالي كده يا امنيه البنت ديت. بص يا عم محمود، فعلا طنط دي محترمه قوي، وكمان لابسه طرحه ولابسه جيبه طويله وكمان لابسه تيشرت واسع. واقول لك على الله. حاجه وشها بدري كده منور، وكمان طالع لها علامه الصلاه. دي بنت الصلاه على انا اول مره اشوف واحده ست عندها علامه الصلاه. دي جميله قوي ومش حاطه ولا نقطه مكياج بس في وشها. بجد بجد ما شاء الله. اقفلي النهارده نص يوم. يلا على البيت. مش هي قالت على البيت؟ يلا يا رب يكون محمود طالع على السلم. يا رب. ايوه في صوت حد على السلم. ايوه انا لازم اشوف محمود ولازم اساله هو ايه اللي غيره من ناحيتي. انا عملت ايه؟ تعالي يا جوزي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ازيك يا سلمى عامله ايه؟ كويسه يا الحمد لله. اعرفك جل جل